قال أوصاني خليلي، أوصاني خليلي بحب المساكين وأن أدنو منهم. هذه طبيعته، تواضع والصدق أيها الإخوة والذلة لله تبارك وتعالى، بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر، أي في شأن الدنيا وحطامها الزائل الفاني، إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هكذا أنظر دائما إلى من هو أفقر مني، ليس إلى من هو أغنى مني، فذلكم أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. رآه صاحب له يوما وعليه جلبابه القديم من خلقان الثياب البالي الرث، قال له يا أبا ذر يرحمك الله، أما لك غير هذا الثوب؟ قال مالي هذا الثوب وحيد. قال رأيت قبل أيام معك ثوبين جديدين، قال يا ابن أخي أعطيناهما من يستحقهما من الفقراء. قال أنت والله أحق بهما. قال كلا، اللهم غفرا، اللهم اغفر لي ولأخي أبو ذر، اللهم غفرا، لا تقل هذا إنك ممن يعظم الدنيا. قال له هذا المنطق، منطق إنسان يعظم الدنيا، تقول لي أنا أجدر بهذا الثوب الجديد؟ لا، اللهم غفرا، إنك ممن يعظم الدنيا، لي ثوب أغدو به وأروحه هذا الخلق القديم، ولي ثوب آخر لصلاة الجمعة، إذا لي ثوبان، ولي عنزة أحلبها وأتان أركبها، فمن من الناس في مثل فضلي ونعمتي؟ قال أنا ملك، قال عظم، قال هذه نعمة واسعة سابقة، ماذا تريد أكثر من هذا يا رجل؟ لكن أنت رجل تعظم الدنيا فتستقل وتزدر النعمة، تزدر النعمة الإلهية. قال وأن أنظر إلى من فوقي ولا أنظر إلى من، عفوا، أن أنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يروي الإمام أحمد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال واثقني حبيبي خمسا، بايعني خمسا عفوا، وعاهدني سبعا، وأشهد الله علي سبعا أن أقول الحق لا أخاف في الله لومة لائم. النبي أخذ عليه العهد سبع مرات. لماذا يا رسول الله؟ لماذا يا حبيب الله؟ لأنه صلوات ربي وتسليمات عليه يخشى على دينه، يخشى على الحق الذي بعث به أن تدوسه المطامع، أن يتغافل عنه دنس الدنيا والحطام. لكن أبو ذر ليس من هذه الفئة، أبو ذر يعاهد، فلنعاهده، فعاهده سبع مرات. ولذلك شهد فيه أخوه وإمامه الإمام علي عليه السلام وعليه الرضوان والرحمات، قال لم يبق اليوم، وذلكم في خلافة عثمان، لأن أبا ذر توفي في خلافة عثمان قبل شهادة عثمان بثلاث سنين رضي الله تعالى عنهما. فقال علي عليه السلام في مدة عثمان، قال لم يبق اليوم أحد يقول الحق لا يبالي في الله ولا يخاف لومة لائم غير أبي ذر. قال أبو ذر، أبو ذر، الكل يجمجم يتعتع يقول شيئا يكتم شيئا، دنيا أقبلت على الناس وطمى وسال سيلها أيها الإخوة، طمت بالناس هكذا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع لأبي بكر، وكان أبو ذر في الجماعة الذين أبوا البيع في البداية، كان مع علي ومع سلمان ومع عمار ومع المقداد ومع الأسود ومع الزبير بن العوام أيها الإخوة، ومع العباس ومع أهل البيت جملة أبوا أن يبايعوا. ثم إن الإمام علي بايع، وبايع هؤلاء أيها الإخوة، ومن امتنع ورأى أبو ذر كيف يسير الصديق في الأمة سيرة أرضته وقر بها عينا، وعلم أن هذا الرجل مأمون على تراث محمد، فجاهد معه وذهب وراح وهو قرير مسرور. وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهاجر إلى الشام، هاجر إلى الشام، خاف أن يخرج. يقول رضي الله عنه وأرضاه كنت يوما في المسجد ليس لي بيت إلا هو، فغلبتني عيناي فنمت، فإذا برسول الله ينكت في رجلي برجله، فقال
لا أراك نائما. قلت يا رسول الله غلبتني عيني وليس لي بيت إلا هذا، أنا أنام هنا أنت تعرف. فقال لي وجلس إلي، النبي يحبه يوده يحب أن يجلس إليه جلسة خاصة يختص بها. قال له يا أبا ذر كيف بك إذا أخرجوك منه؟ يأتيك يوم تخرج من هذا المسجد. قال يا رسول الله إذا أخرجوني قصدت الشام فإنها أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء فأكون بها. قال فكيف إذا أخرجوك منها من الشام؟ وفعلا أخرج. كيف؟ شوف النبي، نبوءات النبي العجيبة، النبي يرى الغيب أيها الإخوة حين يريه الله تبارك وتعالى، يرى الغيب حين يريه الله، رأى كل هذا النبي يراه، وكان يتحسر وتألم على أصحابه. كيف بك إذا أخرجوك منها من الشام؟ قال أعود إليه فيكون منزلي. قال فكيف إذا أخرجوك منه الثانية؟ قال إذن أشهر سيفي يا رسول الله، أشهر سيفي فأقاتل حتى أموت، هذا ظلم بواح صراح. قال فكشر إلي النبي ابتسم وقال له أو غير ذلك يا أبا ذر؟ هناك ما هو خير، خير من ذلك. قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بماذا تنصحني؟ قال تسمع وتطيع، اسمع وأطع لإمام زمانك وكن معهم حيث وجهوا حتى تلقاني. مش حينفع حتى تلقاني، لكن كن كما أنت. ولم يفهم أبو ذر الرجل الصدوق اللهجة أيها الإخوة، لم يفهم رضوان الله تعالى عليه من هذه الوصاة الكريمة الحانية أن يصمت ويسكت، لم يسكت يوما، لم يفهم هذا، لكن فهم أنه لا يثور إلى سيفه. خروج مسلح ممنوع، لا نكون من الخوارج، لكن لا نبتلع ألسنتنا، سنظل نتكلم كما قلت في وجه الأكابر قبل الأصاغر. ولذلك لم يسكت أبو ذر مرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي الصديق وأبويا عمر فصار إلى الشام أيها الإخوة، فصار إلى الشام وظل هناك. وذات مرة جاء الفاروق رضوان الله عليه إلى الشام في زيارة، فرأى أبا ذر فابتدره اعتنقه ثم صافحه واعتصر يده فقال خل عني يا قفل الفتنة. عمر أول مرة يسمع هذا التعبير، أنا قفل الفتنة، ما معنى هذا الكلام؟ قال وما ذاك يا أبا ذر؟ قال يا أمير المؤمنين كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فجئت تأخرت فلم ترد أن تؤذي الناس في المجلس فجلست في أواخر القوم غائب في الأخير عند الأحذية فرمقك النبي. أنت لم تسمع، نحن سمعنا، أنا سمعت، يقول هذا الصادق صادق اللهجة. قال فقال عليه الصلاة وأفضل السلام لا خوف عليكم ما دام هذا فيكم، ما في فتنة. وفعلا شفت أيام الفاروق شيء عجيب يا أخي، استقرار، ضرب الإسلام بجيرانه، فتحت الفتوح، فاض المال أيها الإخوة، عم الدين، شيء عجيب. ما دام عمر حيا ما في خوف. قال فأنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب، أنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب. إلا أن عمر ابتأس وحزن. قال ما يحزنك؟ قال وليت بشرا على صدقات هوازن فراث علي فأرسلت في طلبه فقلت له يا بشر ألست لك بأمير؟ أما لي عليك السمع وطاعة؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين بلى، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة من ولي من أمر الناس شيئا أتي به يوم القيامة فوضع على جسر جهنم، على الصراط أيها الإخوة، على جسر جهنم، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى في جهنم 70 خريفا. قال فهذا الذي أحزنني يا أبا ذر. قال يا أمير المؤمنين ما سمعته، ما سمعت هذا الخبر، هذا الحديث من رسول الله، ما سمعته من رسول الله؟ فقال عمر لا لم أسمعه. قال أما أنا فوالله لقد سمعته منه يقول من ولي أحدا من المسلمين، مش من ولي من أمر الناس أن تصبح أميرا أو حتى مصدقا على صدقات قوم فضلا أن تصبح خليفة، لا 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 لا،
لو جعلت أميرا على واحد من الناس فقط، على واحد، على جماعة أصعب وأصعب، 10 على 5 على 2 أصعب، على واحد. قال أنا سمعت يقول من ولي واحدا من المسلمين. الحديث إلى أن قال إن خرق به الجسم في نار جهنم فهوى بها أو فيها 70 خريفا وهي سوداء مظلمة، زاد أبو ذر ثم قاله يا أمير المؤمنين انظر أي الحديثين، انظر أي الحديثين أو الخبرين أحزن لقلبك. قال كلاهما أحزن قلبي، من يأخذها بما فيها؟ عمر أنا لا يريد الخلافة، يريد أن يستقيل، من يأخذها بما فيها؟ فقاله أبو ذر من سلط الله أنفه وجعل وجهه في الرغام. قال له واحد أحمق مهبول، قال له من يأخذها؟ قال له ما في أحد يأخذها، لا يقال لنا هذا، نحن لا نأخذ هذه الخلافة، لماذا نبتلى بها؟ من يأخذها بما فيها؟ قال من سلط الله أنفه، من جدعه، مجدع الأنف، من سلط الله أنفه وأرغم وجهه في التراب، جعل وجهه في الرغام في التراب. يا أمير المؤمنين، استتلي أبو ذر، ما رأينا إلا خيرا. قال أنا لا أجامل ولا أداهن، لكن إيه الآن ما شاء الله أنت على الجادة، ما رأينا إلا خيرا، وإنك عساك إن تركتها لغيرك ألا يعدل فيها فتصيب إثمه. يا أولاد لا تعتزل، ابقى خليفة لكن داوم على هذه المعدلة،